وعودة إلى الأزمة الأوكرانية، حيث ننتقل الآن لمتابعة جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن آخر التطورات في أوكرانيا. وشرفهم هذه قيمة عليا، وبغية الدفاع عن هذا الهدف تواجه أوكرانيا ومعها العالم الحر تداعيات العدوان العسكري الروسي. الحرب مستمرة منذ 8 سنوات. في 2021 كان عدد النازحين في أوكرانيا في المناطق المحتلة في القرم ودونيتسك ولوهانسك يتجاوز 1.5 مليون شخص. في نهاية أبريل قدرت منظمة الهجرة الدولية عدد النازحين داخليا كنتيجة للاجتياح الروسي لأوكرانيا ب 7.7 مليون شخص. كل هؤلاء كانوا يحملون العبء نفسه، عبء النزوح، كلهم يحتاجون إلى الحماية نفسها. كما لا ينبغي أن ننسى الأوكرانيين الذين اضطروا للنزوح إلى الاتحاد الروسي من ماريوبول ودونيتسك وغيرها من المدن والبلدات. هؤلاء نزحوا قسريا دون وثائق ودون وسائل الاتصال، وذلك بسبب توغل الاتحاد الروسي. خلال الشهرين الماضيين أكثر من 1 مليون شخص إجمالا اضطروا لذلك، والآلاف من الأشخاص نزحوا قسريا إلى الاتحاد الروسي من أراضي أوكرانيا. ينبغي ضمان أن هؤلاء سيتسنى لهم العودة إلى أوكرانيا أو السفر إلى بلد ثالث. التحديات التي يواجهها الأطفال والآباء والأمهات في مواجهة الحرب ضخمة. منظمتنا حصلت على اتصالات على الخطوط الساخنة التي وضعناها، وقال لنا الآباء أنهم مستعدون لإرسال أطفالهم إلى دول أخرى إلى أشخاص لا يعرفونهم، وذلك لحمايتهم. هذا ما شاهدناه في خاركيف وماريوبول ومدن أخرى. لقد صدم العالم من قصص فتية صغار يبلغون من العمر 4 سنوات أو أقل يعبرون الحدود بمفردهم. أوكرانيا ودول أخرى تسعى إلى دعم هؤلاء الأطفال الضعفاء العزل، وذلك لتقديم الدعم من طرف حرس الحدود وممثلي خدمات حماية الطفولة. الدول التي تستقبل هؤلاء الأطفال ينبغي أن توفر الحماية وأن تسمح بلم شمل الأسر. كذلك ينبغي إعادة تولي الأطفال بشكل آمن بعد انتهاء الحرب. عدد القتلى والمصابين من المدنيين في ازدياد مستمر. مصائر عشرات الآلاف من الناس في ماريوبول وخيرسون وخاركيف وغيرها غير معروفة، الأعداد غير معروفة. يصعب تحديد مصائر أفراد الأسر المختلفة، وثمة حاجة إلى تدابير تحقيقية وللملاحقة، لأن كل حياة ذات قيمة وكل إنسان يستحق أن يعرف ما يحدث لذويه. هناك أوكرانيون غادروا أوكرانيا وبلغوا دول الاتحاد الأوروبي بأمان، وكذلك وصلوا إلى دول أخرى من العالم المتحضر. هؤلاء في غالبيتهم الساحقة هم من النساء والأطفال، لا ينبغي أن نغض الطرف عنهم. ينبغي احترام حقوقهم وتفادي الاتجار بهم وتيسير وصولهم للخدمات بما في ذلك خدمات الصحة النفسية. الأشخاص عديمو الجنسية والمواطنين والرعاية من دول ثالثة والذين كانوا يعيشون في أوكرانيا ينبغي أن يحصلوا أيضا على الحماية على غرار الأوكرانيين. أخيرا، من الأهمية بمكان أن نتذكر عدد النازحين داخليا. عدد كبير من هؤلاء لا يجدون لهم مأوى. في الكثير من الأحيان هناك وحدات سكنية مؤقتة لا تتماشى مع الحدود الدنيا للملاذ الآمن. هناك مراكز أنشئت في المدارس وفي مواقع أخرى لم تصمم لاستضافة الملايين من الأشخاص. هناك الملايين من الوحدات السكنية التي دمرت، وقد شهد العالم أجمع ما حدث في بوتشا وخاركيف وغيرها من المدن.
الآلاف من المدنيين عادوا أو لم يغادروا من الأساس. هؤلاء يحتاجون إلى أماكن سكنية ملائمة، ولا سيما في فترة الخريف والشتاء. كذلك ينبغي تقديم دعم ملموس لإعادة بناء المنازل وكذلك تقديم خدمات صحية. علاوة على ذلك، الدمار الذي حل بالبنى التحتية المدنية يحتاج إلى حلول مستدامة من طرف السلطات الأوكرانية وبدعم من المجتمع الدولي. ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن والمنظمات الدولية والحكومات إلى دعم الأوكرانيين في هذه الأوقات العصيبة باسم الملايين ممن فقدوا أرواحهم وممن نجوا ومن غيرهم. فإن أوكرانيا، وهي عضو في الأمم المتحدة منذ العام 45، ينبغي الامتثال لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا. أشكر السيدة لوزان على هذه الإحاطة، وأود أن أسترعي انتباه المتحدثين إلى الفقرة 22 من المذكرة 507، والتي تشجع جميع أعضاء المجلس والمشاركين في جلساته إلى الاكتفاء بخمس دقائق أو أقل عند تناول الكلمة، وذلك للاستفادة من الجلسات الإعلانية على النحو الأمثل. أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس وأبدأ بممثل ألبانيا. شكرا سيدتي الرئيسة. هل لي أن أبدأ بتوجيه التهاني للمملكة المتحدة على الرئاسة المقتدرة لمجلس الأمن في شهر أبريل، كما نتمنى لك يا سعادة السفيرة ولفريق الولايات المتحدة كل التوفيق في شهر مايو. أشكر الأمين العام على ملاحظاته وعلى موقفه الثابت وعلى جهوده لتوفير الملاذ الأمن للسكان في ماريوبول في إطار زيارته الأخيرة لروسيا وأوكرانيا. كلنا فخورون بما تنجزه منظومة الأمم المتحدة لمساعدة أوكرانيا وشعبها، والشكر موصول لوكيل الأمين العام جريفيث والمفوضة السامية باتشلي والسيدة لوزان على المعلومات المحينة التي حصلنا عليها. السيدة الرئيسة، إن الحرب التي لا مبرر لها والتي اختارتها روسيا ضد أوكرانيا دخلت شهرها الثالث. روسيا ما زالت تنكر ما يحدث، لكن العالم ما زال يشهد المأساة الإنسانية المستمرة في هذا البلد. رغم دعوات من شتى أنحاء العالم، لا نرى نهاية لهذه الحرب. و خلال عيد الفصح واحتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القيامة، شهدنا استمرارا لهذا النزاع، ولا سيما الهجمات ضد البنى التحتية المدنية، حالات القتل خارج إطار القانون، العنف الجنسي والاغتصاب وأعمال أخرى ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ما زالت مستمرة، وهذا ما أشار إليه وكيل الأمين العام جريفيث. المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا ما زالت تواجه قصفا عنيفا، مما يؤدي إلى دمار إضافي وفقدان في الأرواح. في كل مرة نلتقي فيها هنا نحصل على تقارير إضافية بشأن المزيد من الدمار، على غرار شقة تم قصفها في أديسا مما أدى إلى مقتل 8 من المدنيين، منهم رضيع في شهره الثالث. أفعال روسيا لا تقتصر على أوكرانيا، هناك الملايين ممن اضطروا لعبور الحدود. لم يكن من الممكن أن نتخيل أن سلة قمح العالم ستتحول من حقول للقمح لمنطقة حرب مدمرة. فهذه الحرب تمثل حربا على بلد وكذلك دمارا بالنسبة إلى مناطق عديدة عبر العالم. لقد اكتشفت مئات الجثث في محيط كييف، الغالبية العظمى من المدنيين الذين قتلوا
الرصاص بطلقات في رؤوسهم. عندما يقتل المرء فردا من أسرته فهو بمثابة الوحش. تخيلوا أن الجنود قاموا بالقتل والاغتصاب وهؤلاء يحصلون على النياشين والأوسمة والمكافآت. كل المؤشرات تبين أن عددا من القيادات العسكرية تقوم بإرهاب المدنيين. هذا هو النصر على الطريقة الروسية عندما يفشل العسكريون في مسرح العملية.